بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض الجزء الثاني من Infectious Disease، وهناخد جزء صغير كده وسهل جدا اسمه Fungal Infection. الفانجل انفكشن عشان خاطر نعرف نتكلم عليها لازم نعرف الاول ان هما بيسموها اسم تاني اسمها مايكوتيك انفكشنز. طيب في حاجه مهمه لازم نعرفها عن الفانجاي اللي هو نوع الاورجانيزم ده، هو عباره عن مايكروسكوبيك بلانتس خلاص، يعني هو ما بنشوفهاش بعيننا المجرده، بيبقى بلانتس يعني بيعيش على الحاجات المايست الرطبه او الهيوميد لانه بيتغذى على الميه زيه زي النباتات، يعني انها بتنمو في الميه. فلما بنيجي نعرف الفانجل انفكشن نقول ان هي تيشو رياكشن فيري فاريبل ذيز ماشي ذير ميبي، ممكن ما يكونش فيه اي رياكشن على الاطلاق، او ممكن يكون فيه شويه سيبريشن شويه تيبركلويد فورميشن شويه نون سبيسيفيك رياكشنز ماشي 30 لازمه. طيب مش مهم الكلام ده، المهم جدا بقى في الفانجل انفكشن هو الكلاسيفيكيشن بتاعه. الناس لما جت صنفت الفانجل انفكشن او المايكوتكس صنفته لحاجتين، حاجه اسمها سوبرفيشال وحاجه اسمها ديب. سوبرفيشال يعني بيجي السوبرفيشال لاير اوف ذا بودي خلاص ان ذا سكن، فقلنا عليه سوبرفيشال سكن فانجل انفكشنز، او بنسميها اسم تاني اسمها ماشي درماتوفيتس او درماتوفايتس. والنوع التاني هو الاخطر وده مميت جدا فيري فيتال، ده الديب فانجل ايه فانجل انفكشنز. طيب السوبرفيشال ده بيجي لمعظم ناس كتير قوي مننا زي التينيا خلاص، ما عندناش تفاصيل فيها قوي لانك هتاخد الكلام ده كده كده في البطنه في الجلديه. زي التينيا جت لمعظمنا وكلنا عارفين المنظر ده، لو جينا بصينا على الظهر ده كده شايفين الظهر عامل ازاي، البقع البيضاء اللي فيه اسمها تينيا. او زي حاجه اسمها مايسيتوما دي برضو شكلها وحش شويه خلاص زي اللي شايفينها في الرجلين دي، او بعض حالات الكانديديزز بسبب الايه الكانديدا، وده بيبقى فيه الاورال ثراش او الوايتش كلر اللي موجود في الطنج ده بيبقى مصاحب شويه بين برضو. طيب يبقى نعرف بس الامثله. الحاجه الثانيه الديب، وده بيبقى فالمنت او فيري فيتال يا جماعه، مميت جدا لانها بتنفيد وايدلي بتغزو كل الجسم وكان كول سيستميك ديزيز، وتقدر تعمل لي مرض ينتشر في مستوى الجسم كله زي بعض انواع الكانديديز. ناس تقول لي طب ازاي كانديديز انت لسه قايله سوبرفيشال وازاي تقوله في الديب؟ احنا قلنا البعض بيبقى سوبرفيشال والبعض بيبقى ديب. زي برضو ماشي حالات اسمها هيستوبلازموزس ماشي، او الكريبتوكوكوزس، وزي الاذر انفكشنز برضو كل دي تعتبر فانجل ديزيز ديب فانجل انفكشنز. طيب في بقى شويه ملاحظات كده لازم نعرفها. بيقول لي ان بعض الفانجاي بتطلع توكسنز، التوكسنز دي اسميها مايكوتوكسنز لانها اسمها مايكوتيك انفكشن صح. زي ابرز الفانجاي اللي عندي حاجه اسمها فانجس اسمها اسبرجيلس فليفوس، برضو المفروض ان هي بتبدا تكبر وتتغذى وتتكاثر على الاكل المخزن في الهيوميد كونديشنز خلاص، وبتطلع توكسن اسمها افلاتوكسنز، دي بتبقى كارسينوجينيك ذات كان برودوس كانسرز. الانجستشن طبعا لو احنا اكلنا اكل كونتامينيتد بالافلاتوكسنز، يعني في التوكسنز دي اللي اسمها افلاتوكسنز، ساعتها هيبدا يزود خطوره حدوث الهيباتوسيلولار كارسينوما اللي هو الكانسر بتاع الليفر، خاصه بقى لو الانسان ده كان عنده هيباتيتس بي ولا حاجه تاب كبدي الوبائي بي. اوكي ده بالنسبه للفانجل انفكشن. اهم حاجه نعرفها ان هو في منها نوعين، في سوبرفيشال وفي ديب. واهم حاجه لازم تعرف ان الكانديديزس كانديديز ذا فانجاي ماشي فانجس نوت بكتيريا نوت ا فايروس، كانديديز مهمه جدا. والمايسيتوما افتكرها من مايكوتيك انفكشنز. اوكي وافتكر برضو ان الاسبرجيلس فليفس هي اي فانجس مش بكتيريا ولا فايروس، ده اهم حاجه فيه، واعرف ان هم نوعين سوبرفيشال اند ديب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.